والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولكني والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه سأظل أدك معاقل الباطل وأهدم حصون أهل البدع والضلال معي. والله الذي لا إله غيره أي محل في وصوفية بيضلل الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبينشر لهم البدع والشرك وعبادة الشيوخ والقبور، نحن وراهم ننظف شغلنا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أي محل نحن والله نبغض أهل البدع أشد البغض على وجه الأرض، وحيثما وجدنا مبتدع يلعب بدين الناس وتوفرت الشروط الشرعية لمناظرته وكسره أمام الناس فلا بد أن يكسر أمام الناس، وربنا قال وإن جندنا لهم الغالبون. والله بفضل الله نحسب إنه سلطنا عليكم، والله أنا نجمكم نجاة إن شاء الله عمركم ما شفتم. لكن تكذب على العوام وعلى النسوان في البيوت تقول لهم غير الله بيغلي ويجوز السجود لغير الله ويجوز تدعو غير الله ونخليك، والله العظيم ما نخليك. دارين الناس توحد ربنا، الناس تعرف التوحيد، تعرف حق الله على العبيد، ما تمشي لقبة، ما تعبد ولي، ما تعبد شيخ، ما تحلب بسيدك، ما تحلب بغير الله، عرفت كلامي؟ ما تتوكل على غيره، ده الدايرين وما دايرين منكم أي حاجة. المنبر ده بتاع توحيد وردم للشرك والمشركين، جلد نظيف، عرفت كلامي ولا ما عرفت؟ وأي مخلوق على وجه الأرض أو تحت الأرض أو فوق الأرض من عباد القبور وعباد الأولياء والشيوخ إحنا جاهزين لمناظرته هو والعين زاف. ما تقدر ولا البرة يصرف فيني ولا الكباشي ولا المكاشفي ولا الصابولابي ولا أنت ما تصرف فيني، أنت كلامي ولا ما فهمته؟ أبداً أبداً قاعدين هنا بس توحيد توحيد، وضدك لحد ما القيامة تقوم وضد الصوت. ابن تيمية قال كتب الله في اللوحة المحفوظ، ما قال أنا شفت اللوحة المحفوظ. جيب الكتاب جيب الكتاب جيبه جيب الكتاب جيبه جيب الكتاب جيب الكتاب جيبه جيب الكتاب، جيب الكتاب. قال ابن تيمية قلت لا تكثروا علي كتب الله في اللوحة المحفوظ. ربنا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر ومجاهرين كلهم، شفتوا كيف؟ والله موحد واحد في الحلة دي يكون ساكن قاعد هنا دي يا فرتقة تيانية ديل طوبة. أهل البدع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكذا لابد تكون قوي شرس في محاربة هؤلاء. أوعى تخاف أوعى تلعب، يقول لك والله يعملوا مشاكل يعملوا مشاكل يطيروا كلهم. وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان. في الكتاب الطويل الرفع حامد بابكر ده ما كتاب أصله، هو ده الأخضر ده أتحدى ويديني اليوم الكلام ده عنده باقي كلام، مش ما كتاب أصلي الكلام. أيوة أنا عشان أوريكم، ما أنا ما درس لك كتابك أقرأ وأرجعه، لو ما ادتني له معناته أثبتت للمسلمين ده إنك كذاب. صفحة 109 اديني الكتاب الأخضر ده جيبه، الكتاب الأخضر ده جيبه. في شرك أصغر زي الحليفة بغير الله وحات أبوي وحات أمي وحات الكسرة وحات الملاح وحات أولاد إدير وحات النعمة وحات الريدة وحات المحبة وحات النبي وحات الرسول وحات سيدي حسن وتحسون وحات وحات وحات، شرك أصغر. ربنا قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. الفاتحة البدعة اللي بتعولوها بعد الصلاة دي بترفع يدينكم فوق ولا تنزل؟ يا أيها الناس ضرب مثل ده قرآن فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا شيخ مزمل ولو اجتمعوا له يخلق بشر من عود. شيخ مزمل شيخ مزمل الفقيري ما راضيني وعملت مؤتمر يا شيخ مزمل شرعته لك والروس يا شيخ مزمل شيخ مزمل وقفني من السودان يا استاذ، اذا انت كذاب في كلامك انك بتتصرف الكون. انت براجي انا ما قلت لك تعال براجي، استحمل يا زول تحمل اقعد ابرد اقعد يا زول اقعد تناهر في الناس يشوفها اقعد. كلكم بيعزن خوجه اللي كلكم تعال. لكن تكذب على العوام وعلى النسوان في البيوت تقول لهم غير الله بيغلي ويجوز السجود لغير الله ويجوز تدعو غير الله ونخليك، والله العظيم ما خليك. انا الجليس على العرش المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالي، ده كتاب المرغني كفر والحاد، ما بلغ بهذا الكفر وهذا الالحاد ابليس.
في ناس بيعبدوا ده، في ناس بيعبدوا ذاك. أمي يفتح بلاغ، الله يفتح راسك، أفتح بلاغ، أصوم من أخاف، لأنه ده الحق وده المنهج يا جماعة وده الدين. ولما وضحنا للناس وعرضنا ودمنا وروحنا بقى فدا لهذه الدعوة حتى يسلم الناس، الدعوة ما بتمشي. قال الحسين: على معبودكم قدمي وضعته، يا له من عارف كاسي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. والحمد لله نحن صح ما عندنا قنوات، لكن الشغل ده مش ربنا سامعه، مش ربنا سامعه. ان شاء الله ربنا بيودي الافاق اكثر من قناتك دي ذات، لا فاضل للنيل الازرق ولا ابيض ولا احمر ولا ام درمان ولا بحري ولا ام بدة. ده الشغل ده ربنا بيرفعه وبيوديه جوا عين محمد المنتظر وجوا عين حسن خوجلي وجوا عين بتاع حلال البريق اللي بيضيع دين الاسلام. جاب اولاد الشيخ الكباشي بتاع حلال البريق، قال من كرامات ابونا الكباشي انه اذا قال لي شيء كن فيكون. ده في التلفزيون يا جماعه بيحضروا ملايين البشر. انت قال النادي بكركو ليه؟ ودى البرعي والخنجر وفي الفيسبوك وهؤلاء تكفيريين وهؤلاء يا حكومه الحقينه وكده ليه؟ لانه الشغله دي مشت تمام، ودي اقوى دعوه، لانه دي دعوه الله مش نحن، نحن ضعاف عرفته وفقراء. والحمد لله نحن ما قعدنا تاجر بالدين بفضل الله، وليس فخرا او رياء او نفاقا، بدليل انه ما عندنا حزب ولا عندنا جماعه ولا عندنا طريقه ولا عندنا صندوق بتاع انتخابات بتاع اقتراع بندعوك له ابدا. احنا عندنا كتاب وسنه بفهم السلف. موضوع انتهى، موضوع انتهى. ما تبي الا جماعه، ما تبي الا طائفه. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. البرعي ما في، المكاشف ما في، سايم ديما ما في، الصابونابي ما في، الصعلوك الاسم اللمين بتاع ام درمان ذاك اللي بيقول انا حواري تكسي ومحايتي بيبسي ومخرجي جالكسي، ذاك السفيه المجرم الافاك الاثيم ما في، ما يعلم الغيب الا الله. اي زول يجي بدعوه الرسول عليه الصلاه والسلام زيها نفسها ما فيها تمييع ولا تحريف ولا تغيير، لابد يحصل له عداء وقد يطردوك من بلدك كله. تكون نشيط في الدعوه في اي مكان تبلغ، اي مكان، جامع، محل بتاع طماطم، محل بتاع مراكيب، جامعه، وظيفه، شغال في محل كهرباء، في هيئه مياه الخرطوم، في غيره، في شركه هندسيه، في كليه طب، في مستشفى شغال، غفير بتاع كذا، مدير بتاع كذا، غيره. الدعوه دي هي الدعوه، وجعلني مباركا اينما كنت، اشتغل دعوه. لكن النازل هم اللي بيضيعوا الدعوه، تجد ترد على صوفي يقول غير الله بيخلق، يقول غير الله ينزل المطر، يقول الله عنده شركاء، تجي ترد تلقى ابو دقن واقف بينك وبينهم. طير يا اخي طير، ما تقف بينه وبين الناس عشان ما تضطرنا انه نكشفك، ما تضطرنا انه نكشفك بوسائط ونكشف دعوتك الباطله الحزبيه المريضه البدعيه بوسائط. يا اخي اكثر وسيغه من انك خديت يدك في يد الصوفيه ثاني داير وسائط. والله الذي لا اله غيره ما بنقول الكلام ده الا دفاعا عن الاسلام، لانه نازل عندهم باطل الناس ما عارفينه، بغشك بالعزيه والجماعه الاسريه والعشماويه وكده، لكن في مواضيع في اصل الدين ذاته بتاعه انا بسمعك له. ان دار تبقى صوفي تقول له لا شيخي ما بقبل فيه، وشيخي ده لا تخالفه ابدا، تقول لما وفي كربك انده وبدغيسك جنده بطريقتك. اذا دار تبقى سلفي تقبل الحق ولو على ابيك ابقى سلف. تمام الحاصل؟ هذا ناس مجارمه يا شيخ، ناس مبتدعه، الناس اللي بيأصلوا الاشياء دي والدكاتره دي تحديدا، والله مبتدعه، والله يا اخوان مسلمين شاءوا ام ابوا، اخوان مسلمين الناس دي. عرفت كلامي؟ والمنهج اللي بيأصلوا للمجتمع ولشباب الدعوه والله ما هو الا منهج سيد قطب، تبا له حيثما وجد. نحن ما دارنا نكبر كومنا، نحن دايرين نلتزم الحق والصراط المستقيم. على خلاف ما يرى الاخوان المسلمون يقول لك ردوا على عنصفة، عنصفة رد عليهم، ردوا على فلان الهواري، هواري مان، ردوا على عبد الرحمن عامد، إذا اتفرتقوا معناته يتشتتوا. يعني شنو اتفرتقوا؟ إذا كنا ملتزمين بالحق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لئن نفترق على الحق خير من أن نجتمع على الباطل. ولتكن منكم أمة يدعون
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعزم الصائم ديما غدا في المركز العام، تبا له وتبا لناس المركز العام وللأكل الأكل وصائم ديما غدا. خلينا نرد عليهم يا أخي، ما تعكر مزاجنا. يوم متى مشينا الحصحيصة بلغوا فينا الجهات المسؤولة ديال الحزبين ديال ذاته لغوا المحاضرة، مشينا أبو زبد عشان نرد على الرافض الخبيث عيسى المدني اللي بيسب السيدة عائشة اللي بيقول بتحريف القرآن وغيره. الحزبين ديال مشوا بلغوا فينا لغوا المحاضرة، مع إنه المحاضرة كانت على الشيعة والرافضة. شكد أي ذول يصدع بالسنة وبالتوحيد يقول لك إما مدخلي وإما جاني وإما وهابي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويقول لك أنت أسلوبكم كعب، أنت أكعب ناس يا دعاة الفتنة يا أخوان مسلمين. والله بفضل الله نحسب إنه صلتنا عليكم، والله أنا نجيمكم نجام إن شاء الله عمركم ما شفت. إسماعيل عثمان جاء أول كلمة قال الصوفية أخواننا وما عندنا معهم مشكلة. محمد الأمين إسماعيل سأله قالوا لا ضربوكم في المولد ديال الصوفية، قال لا ديال الشيعة. الناس يا جماعة الناس ديل بيغشوا منو، هذا الناس محتالين، رضي من رضي وأبى من أبى، ديل محتالين والله الذي لا إله غيره. النازل الآن واقفين مع دعاة الشرك، ضيعوا الدعوة بعد ما كانوا زمان دعاة التوحيد. صحيح صحيح الليلة ضاعوا الدعوة ويبيع المصحف كله، ديل الجماعة ديل. دي دعوة قوية جدا، نحن ذاتنا لو اتلكلكنا بنطفش. دي دعوة قوية بفضل الله، ومن المنبر ده بنتحداهم شتى الناس الزعلانين والجرائد اللي بتكتب وقاعد تقول نحن تكفيرين ودي الناس منافغين وكذابين ومجرمين ودجالين. عارفين انه نحن اللي قاعدين نحارب لهم التكفيرين دي، معلومة عارفينها كويس. وعارفين لما داعش كانت منتشرة ومشهورة والشباب بيمشوا من وين ومن جامعة وين يسافروا من هنا ده، يمشوا لداعش في ليبيا وسوريا وين وين، كل الاحزاب خايفة تتكلم عن داعش. حتى واحد من دكاترة صار السنة الكبار سألوه عن داعش في كسلة، قالوا له السؤال في المحاضرة، قال الموضوع ده خلوه يا جماعة عليكم الله. ونستطيع أن نناظر ونحاور كل أحد يعترض على حقائقنا وأدلتنا هذه، وهذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. داعش تكفيريون. سيد قطب شيخ ناس داعش، لأنه التكفير والضلال والانحراف شالوه من كتب سيد قطب ككتاب معالم في الطريق وكتاب في ظلال القرآن وكتاب محمد قطب جاهلية القرن العشرين وكتاب لماذا أعدموني وغيرها من الكتب الضالة المبتدعة المنحرفة عن صراط الله المستقيم وعن طريق الله القويم. شوف شوف شوف، أي مسلم مات في الثورة، أي مسلم مات في الثورات دي، أي طفل ذبح، أي مرأة اغتصبت، أي دم سفك، أي بيت أو عمارة أو مكان تجاري أو أموال زعمت، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه مسؤولين منه شيوخ الفتنة دي، العودة ناصر العمر والعريفي والقرني ومين مين والولدات وعبد الحي والقرضاوي، هم ديل السبب وغيره. ثوروا ثوروا. نبيل العوضي، إن هذه الثورات يعمل لهم لحرف التكدة، إن هذه الثورات ثورات مباركة. اغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين. اغضب وانت خايف على خمسة ستة يموتون، فليموت فليموت. ليه انت ما طلعت؟ والله انا كبرت عندي سكري عفينات يا دكتور فلان، ولدك ده ما طلع لي. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالرجالة. أدعو للتوحيد يا في المشركين من الكفار، في ناس بيقولوا الله ثلاثة والله أربعة، طب الليل مالي وما مالي، في ناس هنا مشركين، في ناس كفار هنا، بس عامل لي حكام وما حكام وجهاد وما جهاد، يوم يوم ما شفنا واحد فيكم أشد جهاد خالص. يا كذابين يا مجرمين يا محتالين، ده أن دور أهل السنة الآن نكشفكم كشف كشف بلا هوادة. ولو فيكم راجل داري ناظرنا في الكلام ده والله نتحداه ونتحدى العين ذاته كلهم كلهم، العودة والقرني ومين العريفي وكلهم، والله ما تستطيع بإذن الله تناقشوا أصغر أهل السنة في هذا العلم وفي هذه الأمور التي هي من أصول الإسلام وأصول الدين وأصول الإيمان. يا جهلة يا فشلة. يا جماعة الجهاد ده أول شيء شغلهم ده ما جهاد، لكن الجهاد الصحيح صحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكون أول راجل قدام جنب المشركين، ويروى
أن الصحابة قالوا كان إذا احمر الباس واشتد الوطيس كنا نحتمي برسول الله من العدو. يعني أول راجل ما قدام المشركين منه الرسول صلى الله عليه وسلم. الجزولي ده قاعد في الرياض في المنشية وقاعد ومنبر فخم وعربات كيف ساهم في نصرة الخلافة، هيا بنا إلى بني غريزة. وقال يا مولانا دجلات ويات خلافة دي يا خليفة، أمش أنت بعد ذاك نشوف الحاصل. كلهم كذابين، كلهم كذابين، كلهم كذابين. ونحن ربنا صلتنا على هؤلاء الخوارج وغير من ده الدين كده، دين ده قوي متين، دين ده ما ضعيف. أي شيخ في راسك ضلل الشباب وخلاهم يكفروا أبهاتهم وأمهاتهم ومنتظر اللحظة ساعة الصفر المرحلة الأخيرة يقول لهم ضبحوا أبهاتكم وأمهاتكم زي بتاع الدواعش البرة ديل وجوه ديل، جيبوا وجيب شيخ وجيب شيخ شيخ وزاد. هسه يناقش لا مؤتمر شعبي لا مؤتمر وطني لا طريقة تجانية لا سمانية لا ركينية لا نه لا غيره لا سرورية لا مكتبة علمية لا غيره. دي كلها أحزاب ضال كما أعرف أعرف. الليلة ديل مؤتمر شعبي، وقد انبثق المؤتمر الشعبي من المؤتمر الوطني، وقد تبلور المؤتمر الوطني من الحركة الإسلامية وتمحورت من الإخوان المسلمين. ديل كان واحد بيقول الآن قريب سبعة. أنصار السنة كم؟ صار السنة الآن خمسة، جناح أبو زيد، جناح المركز العام، ديك ناس الإصلاح، ديك ناس المركز العام، ديك الجمعية، والجمعية بقت جمعيتان، جناح صالح اليمين وجناح شنو كده الوابل الصيب الحبوب، وبهناك صفوجية شغلت فرتقت، وديك بهناك اتحاد ديمقراطي بقوا 14 قال 14 حزب. ودول جامية ليه بكروا الإمام؟ والله أنا أسمي إمام جوا نخرة أي أخو مسلم أو حزبي أو أنصار سنة. الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله رحمه الله رحمه الله ليه بضعنوا فيه؟ لأنه من أوائل العلماء الأكابر الكشف جماعة الإخوان المسلمين وكشف الضال السفيه المبتدع سيد قطب. نحن والله ما دارين أي حاجة من الناس، لا دارين منك قروش، لا دارين منك صفقة، لا دارين منك قريش، لا دارين منك تعريفة، دارينك أنت تكون عبد لله، ما تكون عبد للشيخ. في مشكلة؟ كلامنا فيه مشكلة؟ ما في مشكلة يا ناس؟ دارينك تكون عبد لله، سجدت لله براو، ركعت لله براو، دعيت يا الله مرتي 10 سنة ما ولدت تدين الجنة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجماعة بيقى الصوفية بيقوا يمشوا للقضاء والمحاكم يقولوا الروح، لأنه شغلة دي كتمت هنا كتمت. حامد بابكر الله كسره، مين يزيرك ربنا طفشوا، شيخ اللمين والتكس بتاعه طفشوا ما جوب الجيكة، عرفتها؟ كلهم طفشوا بفضل الله عز وجل. بلد دي توحيد ماشي قدام، بعد شوية سودانيين أبشروا. ربنا قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا نحن حزب ولا نحن جماعة عندها رئيس ولا نحن طائفة معينة ولا طريقة، نحن على الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وأي طالب دفهموا أخونا في العقيدة والدعوة والإسلام، وأي طالب بقى صوفي مدلقاً ويدعو إلى الشرك وعبادة القبور والاستغاثة بالموتى والاستغاثة بالشيوخ وغيره ده ما أخونا أبداً. ونحن دارين والله للصغير قبل الكبير الخير، وما حصل أبداً جينا قلنا يا جماعة دون حاجة ولا دارين من زول قروش، دارين نحذر الناس من الشر. كل ما السكر يدعدم أجلد الصوفية دي وأجلد الشرك وانشر التوحيد، كل ما البنزين تلقى صفوف في الطرمبات معناته الصوفية دي احنا قصرنا في جليدهم شوية ينجلدوا طوالي والله العظيم جد. كل ما العيشة بقت خفيفة خففوها جماعة بتاعنا الأفران معناته الصوفية دي انجلد زيادة، لأن الصوفية نشروا الشرك وما في ذنب أعظم من الشرك. ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بعيدا. والشرك ده أن نشر الصوفية في البلد، والكلام ده والذي لا رب سواه ما نخليه أبدا لأنه ده الحق. ما في مجاملة في الدين أبدا، ندعوك إلى الكتاب والسنة، لا نحن نازلين انتخابات ولا دارين نحكم البلد دي بعد 20 سنة ولا بعد 20 ثانية، والله ما دارينا، والله ندونا الحكومة الآن، والله ما دارينا أبدا، دارينا الناس توحد ربنا، الناس تعرف التوحيد،
تعرف حق الله على العبيد، ما تمشي لقبة، ما تعبد ولي، ما تعبد شيخ، ما تحلب بسيدك، ما تحلب بغير الله، انت كلامي ما تتوكل على غيره. ده الدائرين وما دايرين منكم اي حاجة، ولا تتنظم معانا ولا نسجلك معانا ولا تحضر معانا المجتمع الاول، المؤتمر الاول للمؤتمر الشعبي، ولا المؤتمر الثاني لجماعة أنصار السنة جناح المركز أو جناح الإصلاح، ولا المؤتمر الرابع للحزب الاتحادي الأصل أو التقليد. دايرينك تتابع الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. دخلت سجن بنشتغل دعوة، طلعنا دعوة، دار نشتري بصل في محل البصل دعوة، ركبنا الدفار بتاع المواصلات دعوة. عرفت كلامي انت دي؟ نحن نتمنى يدونا فرصة في التلفزيون ده ولا الراديو ولا أي حاجة عشان نوريهم الحاصل، مو الحاصل انه والله تضخم وده طار الدولار والاسترليني ركا، لا لا لا، الحاصل الصوفية ديل نشروا الشرك عشان كده العيش بقى ما في، ده الحاصل. لكن انا جاهز تجيب لي لزيرك، تجيب حامد، تجيب البرعي. طيب ودي رسالة، كلامنا ده بيصلوا ان شاء الله، دي رسالة لإس 24 إس 42 104 النيل الأزرق الأبيض الأحمر أم درمان حسين خوجلي عش كلهم، نحن جاهزين للصوفية. هل انتوا يا ناس القنوات مستعدين تجيبونا؟ هل انتوا مستعدين لكلامنا؟ شرك الله ما بيغفروا، اذا زول مات عليه ما بيغفروا ابدا، زول يموت على الشرك الله ما يغفر له ابدا، والجنة عليه حرام ومأواه النار ما يطلع منها ابدا. بقى يأيدوا الصوفية، بقى يأيدوا دعاة الشرك، ده الأنصار السنة. نحن الآن بالعصحيصة عطلوا لنا المحاضرة بتاعت التوحيد كانت عن التصوف، عطلوها أنصار السنة. مساجد يبنوها يخلوها للصوفية، مساجد يبنوها يخلوها للأخوان المسلمين. تعرف حمد بابيكر اشتغل محاضرات وين في الجنينة؟ محاضرتين في مسجد جمعية الكتاب والسنة الخيرية، مساجد قروب يوم من المحسنين مليارات عشان يلعبوا بها الصوفية ويضيعوها أهل البدع ودعاة الشرك ودعاة الكفر والناس اللي بيقولوا غير الله بيخلق وغير الله بيدي الجنة وغير الله بيعلم الله. جماعة ده مالي ده ما استهبال، ده ما غش. الناس يا اخوان مسلمين، انا بكرر لك الكلمه دي، وانا بعني الناس الماسكين الشغله شيوخهم ودكاترتهم، والله ورب السماء الناس دي يا اخوان مسلمين ورب السماء ورب السماء ده دينهم. فانت تعاون مع الاخوان المسلمين ضد الرافضه، اقول هذا من حيث الفقه ممكن. بعد ذاك ضربوا عليه اخواننا، قالوا له سيضغطوا بكيف يا مجد ابو سفيان؟ مبتدع ولا مبتدع؟ قال ما ببدعه. قال لك هاجم هاجم جلاب سيضغطوا بكيف؟ قال ما ببدعه. دي اخرة فتاوى الدكاتره دي، الحواري ورحمن حامد ودكتور خالد المميعين للاسلام، المميعين للاسلام. ونحن ما زيهم، يتكلم ويقول لك لا ما سجل لي، لا سجل لي وصورني وانشر الكلام ده. مميعين للدين، مميعين للاسلام، والله مميعين للدين وللاسلام وللدعوه السلفيه. ودي الوثائق التي لا تقبل الجدل ولا المناقشه. جاي طين وفيسبوك وخلاص، العصبجيه انتهوا وراسه متقطع، ما عندنا راس، اي زول فينا راس. لكن الحزبيين اي زول حزبي هو ضنب، ولا ما هو؟ ما شفتهم واقفين صف في المركز العام؟ والله المرتب ما جاء، المحسن امه ماتت، والله في دعوة هنا لا في محسن لا في أي حاجة، تبيع جرجير هنا ده وتجي تشتغل دعوة، وده دارس لك تاني كمان إنك ما تتعلق لك براجل، لا مزمل لا أبو بكر لا شهاب لا أحمد بدوي لا غيره، اتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. التصوف دين الكفر، داير تكون تمام، لا تبقى صوفي، لا تبقى تجاني، لا سماني، لا أنصاري، لا حزب أمة، لا أنصار سنة، لا اتحاد ديمقراطي، لا شيوعي، لا مؤتمر شعبي، لا مؤتمر وطني، لا أخوان مسلمين جناح الإصلاح، لا أخوان مسلمين جناح الحبر، لا أخوان مسلمين التنظيم العام، لا أخوان مسلمين جناح مجكو، كم على الكتاب والسنة. أنت كان إحنا مشاكلين في شنو؟ ما مشاكلين مع ناس الخنجر في الواطف الطين، سرقوا مننا طين، ولا في شيكات، ولا في حلاوة مولد، نحن مشاكلين مع النازل في انه الله واحد، ده قال الله كتار، نحن قلنا واحد، ده الموضوع، دي المشكلة هنا، العوة في الحتة دي، الشيوعيين خرجت منهم حق، والحق الواحد بقى حقين، وعشنا وشفنا، بقت حركة القوة الديمقراطية الجديدة، وحركة القوة الديمقراطية الحديثة، ده أكبر شيوعي في الدنيا، قال وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. نحن شغالين قولنا الله فيه جوا عينك بحريتك دي، دارين نناقشك بالحرية، حرية إنه أي زول يمارس شنو يا جماعة؟ حريته،
انا دار اعمل دقن حر حر، دار اقطع بنطلوني حر، عرفته؟ دار انغب مرتي واختي حر، دار اجي هنا اجغمك يا شيخ حر، حريه. نحن اول حاجه دار نثبتها انه ناس الجبهه الديمقراطيه اللي هم الشيوعيين بينكروا وجود الله. الكلام اللي بيقولوه انه ما بنقول وما بنقول ده كذب كذب، بينكروا وجود الله بالوسائل. والله لا الشيوعيين الا يعملوا حفله، اجيب خديجه جردل، اجيب حواء سفنجات، اجيب فاطمه زلابيه، على كيفك، شغل ده شغل علمي، كتب وثائق. هذا الكتاب كشف الاسرار، تاليف كما هو مكتوب على الغلاف روح الله الخميني، وهذا هو الخميني الكافر. العدا ده كله ليه؟ لأنه قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. دي الدعوة الوحيدة اللي بيعادوها، كده ورين دعوة قاعدين يعادوها. جماعة التبليغ عندها 6 مراكز داخل تل أبيب، داخل إسرائيل زاد. الصوفية بيخشوا كده ليه ألمانيا وبيجيبوا اليورو ولا أبصلع داك مين ألماني؟ يبنوا بيوغن حاجات في السوق الشعبي الخرطوم، ما بيزول بيعاديه. دي الدعوة اللي بيعادوها الناس الوحيدة، ليه؟ لأنه قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد، وبعد في ناس بيدافعوا عنه وما بيدافعوا عن ربنا سبحانه وتعالى. ده يكون زول كيف؟ زول صالح، زول ما يغضب لله يغضب للبرع. الزول اللي بيحب الله حب شديد ده اللي بيغضب من كلام الصوفية وكلام البرعي، يغضب لله سبحانه وتعالى. والزول المجرم والمشرك والزول الضال المحتال ده اللي بيغضب لشيوخه دون الله سبحانه وتعالى. يا ناس ما تخافوا الله، احنا والله دار لكم الخير، ده الحق. ما دار الخير، دار تجيب شيخك. ده يوم المنى، تعرف يوم المنى ويوم السعد، ومين هالسعدي؟ نحن متكفلين بايجار القاعه ولو كانت قاعه الصداقه، عرفت كلامي؟ ان شاء الله ب 50 مليون ان شاء الله نبيع بناطليننا ديل وموبايلاتنا، متكفلين بيت. طب اي بسمع بس، انت جيب لي الشيخ بتاعك، الشيخ الكبير ابجاكو ما يجي عشان ننتهي من القضيه دي. اي كلام شبهه ان شاء الله وباذن من الله جبتها لابن تيميه لابن كثير لابن الغيم، الحمد لله جوابك قاعد، فهمت كلامي؟ وتنجغم جغم من امك ولدتك ما سمعت به. التصوف ده دين التصوف. اما الشبهات بالقوى دي فهي كما قال الله تعالى وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق، ما يقدر ابدا. عشان كده اي مناظره الان قاعدين يزوغوا والبزبطوا فيها، الحمد لله رب العالمين، ربنا بيكسرهم فيها ويصر الله الحق بكلماته سبحانه وتعالى. انا بديك ثلاثة جمل. الكيزان تلك حضارات سادت ثم بادت ثم حاضر، عرفت كلامي؟ موضوع منتهي. والدعوه دي ما حقتي، انا زول واحد منكم، ممكن اضل بكره ممكن انصلح، ده شيء بيد ربنا، والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. ولا يجوز الدعوه تعلق بشخص، دي دعوه الله. لو كانت دعوه شخص ما كانت قويه القوه دي، العالم كله بيخاف منها. نتحدى اي تنظيم في العالم من صوفي تجاني سماني قادري ركيني، وانت ماشي كده لحد الحزب الشيوعي السوفيتي ذاته، عرفت كلامي؟ الدعوه دي ما يقدروا يقيفوا قدامها ابدا، لا ب 10 جنيه لا بيساون سيستم. قال الشعبيين اتصلوا على صاحب الساون، يا تنزل الساون يا بنكسر لك رسالة لبتاع الساون، اذا كسروه بنديك سعر وكاش انتهى. رسالة الى الطلاب، اثبتوا دفاعا عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة الى الشعبيين، جربوا والله تمد ضنبك نقطع حاجات تانية وضنينك يا شعب يا بليد. ها كده رجلة تكبير يا اخوانا. فانت جيب شيخك سنوسي علوم مجره جناحهم جكو نجغم لك هنا بفضل الله عز وجل، عرفت كلامي؟ احنا ما قاعد نلعب رابطه، بنلعب فوق الدوري الممتاز فوق. جيب شيوخك موافقين تب، جيب شيوخك هنا هسه دي ولا بكره ذاك. كلام ده تبلغه لاهلك باللسان الطيب بالحكمه بالصبر عليهم، ابوك امك اخواتك حبوبتك خالاتك عماتك اولاد جيران غيره، تبدا وانذر عشيرتك الاقربين وتشوفوا البلد دي لو ما صلحت، البلد دي ما بصلحها مظاهرات، البلد دي بصلحها توحيد. واستغرب يقوموا مظاهرة في البصل اتعدم في السوق، وما في واحد يقوم في مظاهرة والمظاهرة حرام، لكن ما في واحد يقوم مظاهرة
لما واحد يقول أنا الجليس على العرش، لما واحد يقول أنا الله من الصوفية وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ناس بيوزعوا حق الله، قال بيوزعوا صوفية، ده في الإعلام، الإعلام الذي صنع هؤلاء اللئام. والله يا ناس يا طلبة ويا إخوان يا أفاضل، المناهج الآن المنتشرة دي بتاعت الصوفية، تجانية، سمانية، قادرية، ختمية، مؤتمر شعبي وطني، كل المناهج اللافة دي مناهج باطلة. أعلمكم إنه تاني ما حنغيب هنا، كله ثلاث إحنا سبوتة قاعدين هنا لأي عاطل ولأي عاطل. سواء كانوا مؤتمر طلاب مستقلين، أو كانوا جوة ديمقراطية شيوعية، أو كانوا بعثيين، أو كانوا ناصرين، أو كل ناصريان، أو كانوا حركة شعبية ANF، أو كانوا MSF، أو كانوا UDF، أو كانوا UPF، كل الFFF كثيرة دي. وما زلنا بنكرر نتحداهم كلهم. كك الناس الزعلانين ديل، الطريقة التجانية، السمانية، الختمية، القادرية وغيرهم كلهم من يتحداهم. ده كتاب الختمية اسمه النور البراق، النور البراق، الصفحة 124، قال هذه القصيدة الشطحية ذاتهم معترفين، لكن ده البوري شنو دكتور عمل فيها معانا. قال الخليفة أحمد بن إدريس جم رمات، قال شنو؟ أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي السيد السند التوض الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي. والله كل ما يعادون الناس ومحاكم وبلاغات وقضايا، هسا بكرة عندنا محكمة، والصوفية بيقوا ما عندهم أي حجة ولا أي دليل. لما انجغموا بفضل الله وانفضحوا واتكسروا بفضل الله، بقت الشغلة شنو؟ محاكم. زي ما قال المثل السوداني، ضربني وبكى وسبغني واشتكى، دي بقت الحالة بتاعت الصوفية الليلة. صوفية قالوا الروب، والأحزاب كلهم ما صوفية براهم، كلهم قالوا الروب، كلهم شعبيين أتبع الترابي. الحمد لله رب العالمين، ربنا كشفهم للناس وما دخلوا مناظرة مع أخواننا ديل في جامعة ولا في غيره إلا انجغموا بفضل الله عز وجل. وأمس كل الأحزاب كلها شيوعيين احضروا الاركان بتاعت اخواننا ديل في اليوتيوب، اي زول بجاسف بخش بتردد، دي الدعوة، والله دي دعوة الله، ونتحدى بها جميع عباد الله، دي الدعوة، دي الدعوة. اي حزب ما مصدق كلامنا ده اللي يجرب، فده الغايظ الجرائد. انت قال الغايظ شنو؟ الغايظ من الدعوة دي دكت حصون اي مبتدع لافي في الوطن بفضل الله، ما بحولنا ولا بقوتنا، ودي قوة السنة يا جماعة. وما في نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل عادوه قوموا إلا لأنه دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك. الأساس هو التوحيد والدعوة إليه، العداء كان هنا كل العداء. لكن شوف باختصار شديد، الشرك أخطر جريمة، بسبب الشرك الله بيدخل الإنسان النار خالدا مخلدا. الشرك اللي بيجيبوش يغطره الصوفي، انت الراكب فوق في زول بيعلم الغيب غير الله؟ لا، صاحب الكتاب ده قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا هدى، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمره. كلام ده كفر ولا ما كفر؟ كفر. ده كتاب البرعي وده كلام البرعي. والخنجر طبعا حريف جدا، لقى جماعة دي الحمام ميت بقى يطقل بيهم. كل ما يجيبوه في التلفزيون لمناقشة قضية بالتوحيد أو نشر إلى الكفر والشرك، قاعد ينشر الخنجر الصوفي يقول لهم بس ود البل عليكم، والله يجيب ود البل كل مرة. أنت ما تجربنا شوية عشان نطرشك التلفزيون ده شت. والله تاني بإذن الله ما تجي في التلفزيون ولا في الراديو ولا تجي سوق الخدار. ما شفت عمك اللي كان شغال بجاي طبش ولا ما طبش؟ بفضل الله جل وعلا. والله أنا لو مسافر لكوكب زحل وسمعت إنه الخنجر ده جا التلفزيون، بنزل بباراشوت أو هليكوبتر في راس التلفزيون وراس الخنجر ذاته جوا جوا التلفزيون، بتر الكلام بديك كتب دي كلها. القرادي واحد قال إن السعوديين قالوا، واحد قال إن المولد، واحد قال محمد عبد الوهاب، قال كفار وقال داعش، دي كتب ناس صوفية رادين علينا. ده ظلم منك وكذب. أنا بقرأ كتبك اللي ألفتها بيد. كلامنا في الناس دي الدين، لأنه ربنا قال وكذلك نفصل الآيات، القرآن والسنة. ليه ربنا فصل الآيات؟ ولتستبين سبيل المجرمين. لازم الناس تعرف الحق، إنه الصوفية على باطل، والصوفية نشروا الكفر، نضيف معاك في البلاغ، نشروا الشرك، نشروا عبادة القبور، نشروا عبادة الموتى، نشروا عبادة غير الله. من قناة النيل الأزرق ود الشيخ الكباشي قال أبوي الشيخ إن قال للشيكون فيكون، المذيع قال لا يا والله صحيح، إن كتلونا والحق ده وصل لنا الناس نحن فائزين الحمد لله رب العالمين.
نحن بس همنا المعلومة تصل للعالم كله إن الصوفية دل على ضلال ونشروا الشرك ونشروا عبادة غير الله ونشروا الكفر ونشروا مخالفة القرآن وحاربوا الله وحاربوا رسول الله. كان بيقول الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال والسلف الصالح قالوا وبنركب نتخارج بيتنا والله ما عندنا قضية معيزون ولا عندنا رئيس ولا عندنا سكرتير عام ولا رئيس الحزب ولا رئيس المؤتمر. نحن يا أخ أفراد التقينا على القرآن والسنة بفهم السلف الصالح بس ده الموضوع كله. أما الإباضية بيقولوا بخلق القرآن وده كفر بالله كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ويقول في الخوارج وهو عبد الله بن إباض يقول فهذا خبر الخوارج نشهد الله والملائكة أن لمن عاداهم أعداء وأن لمن والاهم أولياء. ده دي الصوفية كم طريقة في تجانية في قادرية في ختمية في سمانية والسمانية في جناح الفاتحة قريب الله بقى الطريقتين السمانية الباقين كم القادرية ابن الجعل مين كدباس الجيلي صادقاب غيره كم منو الفرق الأمة هنا ده الفرق الأمة. بعدين أي كوز داري كورك من برا والله الله خلق السماء دي إن اتخشيت هنا تتنجم بالكتاب والسنة. ربنا عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الخوارج خوارج دل باختصار شديد منهجهم يوم منهج الإخوان المسلمين الليلة ناس سيضغطوا وما تفرع منهم من تنظيم القاعدة عرفت كلامي ومن داعش ومن غيره والناس التابعين اليوم ناس التابعين ناس سيضغطوا تمهم ما شئت. شوف ما يجوزون يغشك يقول لك قال بيشبه ربنا كذابين. نحن بنقول كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن بنقول زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعون إليه إلى يوحد الله ده أول حاجة في الدين. فأي رسول جاء أول حاجة لتقريب التوحيد ومحاربة الشرك. ربنا قال وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فده أول واجب تدعو أول حاجة إلى التوحيد ومحاربة الشرك في عبادة الله عز وجل. جاهز في أي مكان أي زمان لمناظرة أي طاغوت داري ناظرنا بالكلام ده والحمد لله الحمد لله أي واحد طاغوت من مشايخ الجماعة ديل الكبار ناظرنا في التلفزيون إن جغم بفضل الله عز وجل في الحلقات إن جغم بفضل الله عز وجل في الجامعات في كل الساحات إن جغم مش لأنه نحن أقوياء لكن ما نحمله من الكتاب ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو القوي. الشرك تقول ده الله والإله لكن فلان ده برضو ندعوه مع الله نستغيث به نتوكل عليه نحلف به نستعين به بما لا يقدر عليه إلا الله. الشرك يا ناس في شيخ في بشر بيقلب لي بيت ولد أهو ده لا أنا سمعك له وقالوا في الجامع بيقلب ولد بيت ولد قال وقال مستعيد ناظر جينا قام هرب تناظر كنو انت. وده أعظم جريمة تنكر الآن أعظم جريمة. وشوف دعاة غير الدعاة الشغالين في الحلقات والتوحيد بينكر هذا الأمر ما في دكتور فلان بروف فلان ما ترجى منهم خير إلا من رحم الله عبارة عن شهادات وجلاليب وعمائم كما قال الشيخ مقبل هي عمائم على بهائم لافين من عمارة لعمارة من دبل كبير لدبل كبير من سجم رماد لسجم رماد ما في زول يقول الحق. زول تلقى عنده دكتوراه في التوحيد غالبه يقول إن الشغل ده حرام يا أخي يقول غلط قول ما ينبغي خلاص بنقبل قول ما يقول ما يقول ما يقول. والبرا هنا يقول لك منهم خفي الحال منهم مجاهد منهم عليم بالغيب باطن ظاهر وده كله. أما نزل هاشم ده زول مصدق يا ناس زول ده ما في ما عنده دعوة يقول لك هاي لكن مزكى ولا عنده كلام واضح في الشرك والمشركين والصوفية اللافين دي مع أنه مزكى فقد زكاه ربيع فإذا كان زكاه ربيع فلا تتكلم فيه ولا تطعن فيه. كلام ده من أبطل الباطل كلامي من أبطل الباطل ليه؟ لأنه الشيخ ربيع عالم وإمام لكنه ليس بمعصوم. كلام ده لو ما عرفته أنت لسه ما عرفت السلفية. لو ادعيت العصمة لشيخ أو لصحابي دعيت للعصمة أنت لسه ما عرفت السلفية خلي شيخ. وإنه لو زكى فلان فلا يتكلم فيه أبدا أنت أجهل خلق الله. أفهم المعلومة دي كويس ودي معلومة تغضب والله وده من العصبية البغيضة ومن الحزبية ذاتها. تقال الحزبية إلا تبقى تابع لأنصار السنة أو جمعية الكتاب والسنة أو كلية جبرة لا في حزبية تانية برضو زي دي يقول لك ده زكى فلان خلاص يسكت عنه. أنت عارف الكلام ده يعني شو أنت عارف الكلام ده ما قاله شوف النهاية يعني زكى فلان زول ده بما معصوم ما بيخطي تاني عشان كده ما تردوا عليه لأنه أصلا ما بيخطي لأنه العام فلان زكاه ما صفر. ناس الصوفية قالوا مشوا أمريكا أوباما دعاهم مبسوط منهم أوباما خالص وبعد ده يقول لنا أنتوا أتبع مستر هنفر هسي ده عليك الله ما يجرام هسي أتبع مستر هنفر منو هسي نحن أوباما مبسوط مننا يقدر ينادينا أوباما منو أتبع مستر هنفر يا جماعة.
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمري. نعم رجل واحد الله يهدي بك، ما شرط انك تكون مكمل الدين كله او عالم اكبر عالم على وجه الارض، ما شرط عشان تبلغ الدين والتوحيد، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية واحدة بس، وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، كلام سمعتوه ده بلغوه في السوق، بلغوه في البيت، بلغوه في الجامعة، بلغوه في المسجد في الجامع، بلغوه في مكان التجارة، في مكان العمل، في كل مكان بلغوا الكلام، ربنا بيرفعكم وبيرزقكم. يبقى يا جماعة في أولياء لكن ما بنعبدهم، ما بندعوهم من دون الله، نقول يا شيخ فلان تنجدنا وتفزعنا وتنزل لنا المطر، ده شرك بالله وده غلط كبير، ما في غلط أكبر منه ولا في ذنب أكبر منه، ما تابع لك طريقة أبدا ولا تابع لك جماعة، لا أنصار سنة لا أنصار مهدي لا غيره، تابع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبات. حرام تبقى من الاخوان المسلمين، مؤتمر شعبي وطن، حرام تبقى شيعي انصار سنه، حرام تبقى تجاني سماني ختمي، كله حرام، لانه ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. انت قبل بالصلاه قلت اياك نعبد واياك نستعين، وفي ناس بيبكوا في الايات دي بالصلاه، كيف يستعين بغير الله؟ كيف يدعو غير الله؟ كيف يعبد غير الله؟ تع قناه النيل الازرق حول للبريق، والان معنا ابونا الشيخ العارف بالله سجم ابن رماد. اها رايك شنو في الموضوع ده؟ والله الاولياء طبعا بيعلموا الغيب، هنو الله ذاته في الكتاب قال بيعلموا الغيب، يا تكتاب لا قال في الكتاب، يا واد يا تكتاب لا في الكتاب جوا، يا تدع يا تكتاب يا تكتاب، يجيبوا حساب جابوا ديك اسمه منو لباب الفضل، جابوها في التلفزيون، قال لا رايك شنو في تعدد الزوجات؟ يا دكتور رايك شنو تعدد الزوجات؟ قالت بري ما بدور في فتوى بتبدا بري وده بتاع جريده اللي انت جعله من رجال البخاري، قال ديل أكثر حضور على مستوى الجامعات وعلى مستوى المنابر السودانية وعلى مستوى اليوتيوب والإنترنت، قال دي أقوى دعوة بيحضروا لنا، والله الذي لا إله غيره والحق ما شهدت به الأعداء، ونحن ما همنا في الكترة كثير، لكن ماله لو كل الناس اهتدوا يا سلام، دي أطيب حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر شنو النعم. لكن المجتمع وسائل الإعلام أنا بوضح هجمة هجوم شديد جدا، وسائل الإعلام إلا من رحم الله ما قاعد تفتح لينا كسلفيين أبواب على مصراعيها، بينما بتفتح لباقي الطرق صوفية وأخوان مسلمين وغيرهم أكثر من الصفحة 109، وأنا بقرأ من مصادر وأنا مسؤول من المصادر دي أمام الله أولا ثم أمام أي مخلوق في الوطن. مريدي لا تخشى من أمر تخافه، إذا قلت يا حسن المرغني أتيت بسرعتي، يقول لنا أديني وخلي الله، وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ربنا سبحانه وتعالى قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قاعدين هنا بس توحيد وضدك لحد ما القيامة تقوم وضد الصوفية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.